اليوم تشرفنا بزيارة معالي وزير البلديات والإسكان والوفد المرافق له من نواب نينوى في مجلس النواب العراقي، وأتت هذه الزيارة على التنسيق المتواصل بين الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي مع الحكومة الاتحادية في بغداد. وهذه أول زيارة لأول وزير لمجلس المحافظة، نتشرف بهذه الزيارة، وأكدنا إلى بعض المواضيع المهمة التي هي الجسور بين الأيمن والأيسر، ونستطيع أن نقول التي يربط غرب دجلة بشرق دجلة، بمعنى كل محافظة نينوى. وأيضا أكدنا على موضوع المجاري التي هي من البنى التحتية المهمة بالنسبة للأعمار والخدمات. ونشكر معالي الوزير لما وعدنا بأنه المشاريع المتوقفة بالنسبة لوزارة البلديات والإسكان لم تكن متوقفة وإنما مستمرة ونباشر بكل المشاريع. أترك الحديث لمعالي الوزير وشكرا لهذه الزيارة. شكرا جزيلا. تشرفنا اليوم بلقاء الأخوة في السيد رئيس وأعضاء مجلس محافظة نينوى. هذه المحافظة اللي تكتسب أهمية خاصة بسبب تكوينها الفسيفسائي اللي يعبر عن جميع مكونات الشعب العراقي. الزيارة لمجلس المحافظة تأتي للتأكيد على أهمية تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين جميع أبناء الشعب العراقي وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، وبدأ مرحلة جديدة في العراق بعد الأحداث الدامية والدرس البليغ والدمار الذي أصاب هذه المناطق نتيجة احتلالها من داعش الإرهابي، وكذلك متابعة مشاريع الوزارة المتلكئة منها مشاريع الماء ومشاريع المجاري، وأيضا موضوع إعمار الجسور والطرق في هذه المحافظة. نحن وعدنا السادة رئيس وأعضاء مجلس المحافظة بأنه ستتم المباشرة بجميع المشاريع المتوقفة لوزارة الإعمار والبلديات، وأيضا سيتم المباشرة بإعمار جميع الجسور لتكتمل هذا العام أو بداية العام القادم، تكون جميع جسور مدينة الموصل قد اكتملت. وبالإضافة إلى ذلك الاهتمام الكبير وتنسيق الجهود لإعادة إعمار الجانب الأيمن المدمر، وكذلك مجموعة وشبكة كبيرة من الطرق لكي تستطيع هذه المدينة وسكانها الكرماء من إعادة ممارسة دورهم الطبيعي الحضاري الريادي في العراق، حيث كانت ولا تزال مدينة الموصل ومحافظة نينوى إحدى أهم القلاع الحضارية في المنطقة وليس فقط في العراق. جزيل الشكر على حسن الاستقبال، وشكر موصول للسادة أعضاء مجلس النواب من المحافظة الذين رافقونا في الزيارة، وتواعدنا جميعا أن نكون فريق عمل واحد من أجل تحقيق مصالح نينوى وأهالي نينوى.